أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. المشاهد نت في مدينة المحررة محاكم خاصة لا تعرفها الدولة. ومن عدن الغد شباب الحديدة يبحثون سبل دعم مستشفى حكومي في لحج. ومن القدس العربي السجن 3 سنوات لمن يهرب أكوابا تحمل صور هتلر. ومن الهاف بوست منظمة أسترالية تصنف لاجئة سودانية بأفقر إنسان في العالم. أهلا بكم، والبداية من الأحداث التصعيدية التي شهدتها أمس العاصمة المؤقتة عدن، حيث وضع الموقع بوست السؤال التالي: ما مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي بعد إقالة الرئيس هادي لثلاثة من قياداته؟ ويربط الموقع بين القرارات التي أصدرها الرئيس هادي مؤخرا وبين تحشيد الناس، وقال الموقع إن القرارات أفرغت المجلس الانتقالي الجنوبي من محتواه وجردته من أبرز عوامل قوته، ممثلة بتجريده من السلطة بإقالة محافظي أهم المحافظات الجنوبية، إذ لم يبقى لدى المجلس سوى محافظي لحج والضالع. محلل سياسي قال للموقع إن إقالة المحافظين تضعف المجلس وتسهم في عزله، موضحا أنه خسر نفوذا واسعا، إذ كان يسوق لنفسه ويجند بسلطة الدولة التي هو نقيض لها وبما توفر لها من إمكانيات. يتابع في حديثه للموقع بوست: هناك قوى تقدم على إقامة كيانات دون النظر إلى المستقبل، تقدم ودون إدراك لأبجديات السياسة. ولازلنا في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أن المواقع والصحف الصادرة حملت الكثير من العناوين المتعلقة بما شهدته عدن. ففي صحيفة أخبار اليوم وردت عدة عناوين، أهمها: فصائل من الحراك الجنوبي يحيون ذكرى 7/7 وأبو مشعل يدين تخوينهم من قبل خطيب جمعة، وعنوان: مدير تربية عدن يؤكد إيقاف عدد من مدراء المدارس ويكشف الأسباب، وعنوان آخر: الحكومة تدشن العمل بنظام سويفت في البنك المركزي بعدن. أما محافظ حضرموت البحسني فيقول: من اليوم لن نصمت على أي مسؤول يثبت تورطه بالفساد. في مبنى البرلمان البريطاني نظمت بعد ظهر الخميس الماضي المجموعة البرلمانية المختصة بشؤون اليمن حلقة نقاش خاصة باليمن، وقد حضرها عدد من المختصين بينهم السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان، وقد تطرق إلى نقاط لخصها في مقال نشره فيما بعد موقع الاشتراكي نت وقال في أجزاء منه: ما حدث في اليمن من انقلاب ومصادرة للدولة تخطى حدود الانقلابات التقليدية ليضع البلد بأيادي ميليشيات لا تعرف لها صفة سوى أنها جماعات مسلحة ظلت في حروب مع النظام الاستبدادي القديم يغذيها وتغذيه، ثم التحالف بعد ذلك مع مكونات ذلك النظام السياسية والقبلية والعسكرية لتطيح بالدولة وتنشر الفوضى على نطاق واسع، وتمتد خطورة هذه العملية إلى الأقاليم كونها امتدادا للمشروع الإيراني في المنطقة، والذي يعمل على تفكيك الدولة بطابعها الوطني ليعيد أبنائها على أسس انقسامية طائفية، بما يحمله ذلك من مخاطر عدم الاستقرار وإدخال هذه البلدان في حروب أهلية مستمرة. إن الذين يضعون إيران على نفس المستوى مع دول الخليج العربية من حيث العلاقة باليمن يتجاهلون حقيقة العلاقة التاريخية والجيوسياسية والاقتصادية بين اليمن وهذه الدول، ناهيك عن أن أكثر من 3 ملايين يمني يعملون ويمارسون نشاطهم الاقتصادي والتجاري في هذه البلدان، ويعيلون ما يقرب من ثلث سكان اليمن، وهو ما يعني أن هذه الروابط القوية تجعل عملية جر اليمن إلى أي مواجهة مع هذه البلدان لعبة جهنمية غير مسؤولة، وعلى هؤلاء أن يدركوا جيدا أن مصير هذه العلاقة لا يمكن أن يتقرر من خارج هذه الحقيقة. رفض تحالف الانقلابيين كل الدعوات إلى السلام، بل وعملوا على إفشال كل المباحثات التي رعتها الأمم المتحدة، وكان آخرها ما أقدموا عليه هو رفض البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن يوم 15 يوليو عام 2017،
والذي وافقت عليه الحكومة بكل ما لديها من ملاحظات حوله. يريد موقع عدن تايم واحدة من قصص المأساة التي تسببها ميليشيا الحوثي، وعنوان الموقع: رصاصة قناص حوثي تنهي حياة انتصار قبل امتحانها الثانوية. يقول الموقع أنه ربما لم يضر في خلد شكري سعيد صالح الذي هرب بأسرته من مدينة الحديدة إلى ريف حيفان تعز أن ميليشيات الموت تتربص بفلذة كبده انتصار ذات 17 عاما وستغادر الدنيا برصاصة قناص حوثي. يقول الموقع: لم يمهل القناص الحوثي انتصار شكري التي كانت في غمرة استعدادها لخوض امتحانات الثانوية العامة، حيث اخترقت رصاصة رأسها جوار منزلها. يقول الموقع إن موت الفتاة خلف حزنا عميقا في قلوب أفراد أسرتها، فبدلا من أن يأتي العام المقبل وجميع أفراد أسرتها يهنئونها بالنجاح، عجل قاتلها بالحزن وحطم فرحها وحول الناس إلى مجاميع في منزلها المتواضع يعزون أهلها بدلا من التهنئة. إلى موقع المشاهد نت والذي علق حول جزء مما يجري في مدينة تعز: في تعز محاكم خاصة لا تعرفها الدولة. تذكر المصادر المتعددة في ذات الوقت الخاصة بالمشاهد نت إلى جانب شهادات متضررين أن بعض الجماعات المسلحة في تعز استحدثت محاكم خاصة بها ووظفت فيها قضاة موالين لها، وذلك لتنفيذ أحكام تأخذ شكلا قانونيا مزورا لتصفية حسابات تلك الجماعات مع خصومها أو معارضيها. ويستند الموقع إلى إحدى الوقائع التي حدثت، ففي الخامس من الشهر الحالي أصدرت محكمة تابعة للجماعة المسلحة التي تسيطر على باب موسى حكما بإعدام مواطن كان متهما بقضية قتل. وقال شهود عيان إن مسلحين اقتادوا المتهم إلى قسم باب موسى لإنهاء إجراءات الإعدام. عشرات المواطنين أيضا تعرضوا للاعتقال التعسفي والمحاكمات غير القانونية، فمنهم من تمت محاكمته لاختلاف في الرأي أو بسبب مقال أو منشور في وسائل التواصل الاجتماعي أو انتمائه لحزب سياسي ما. وقد اعتبر عدد من القانونيين والحقوقيين وجود هذه المحاكم أمر مخالف للقوانين المحلية والدولية الإنسانية، وأرجعوا سبب ذلك إلى غياب الدولة وعدم عودة المحاكم والنيابات الرسمية للعمل. قبل فوات الأوان، تحت هذا العنوان كتب علي العمراني مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال وجهة نظره حول ما حدث أمس في عدن وربطها بأحداث سابقة شهدتها صنعاء وتنظرها عدن. غير مجد توجيه خطاب متعقل ومسؤول لمتطرفين، الوقت وحده كفيل بجعلهم يعيدون حساباتهم وينزوون في دهاليز التاريخ إذا اتجهت أحداثه في الطريق الصحيح. شيء آخر يجعل المتطرفين يحجمون ويتعقلون، الحسم من قبل القادرين عليه. في هذه الحالة التحالف وحده مسؤول وقادر على الحسم مع الانفصاليين بالذات. تكلمت أكثر من مرة عن مثلث الشر في اليمن، وقلت إن أحد أضلاعه الحراك الانفصالي العنصري إضافة إلى الحوثي والقاعدة. في كل أمة وشعب يبرز متطرفين من أبنائها تحت رايات عدة، خاصة في الظروف الاستثنائية وحال الأزمات، ويتلاشى وجودهم في الظروف الطبيعية. وقد تغفر الأمم للطائشين من أبنائها وتتجاوز عنهم، لكنها لا تغفر لمن يستغل ظروفها ويتبنى الطائشين ويسندهم من خارج الحدود. مرة أخرى نود التأكيد بأن التحالف قادر على الحد من هذا الخطر، بل ودحره تماما، وأظنه سيفعل مشكورا قبل فوات الأوان. أما إذا لم يفعل قبل فوات الأوان فأعاننا الله وإياهم على فوضى عارمة ومحبطة ومكلفة أكثر مما يحدث الآن. وبإمكاننا وإياهم تذكر أيام كان الحوثي لا يزال خارج صنعاء. كان الحوثي يهدد مثل التهديدات التي نسمعها اليوم من قبل الانفصاليين، الذين قالوا في بيانهم إنهم سيتولون أمر الجنوب في حال فشلت الحكومة الشرعية. لكأنما يتحدث الانقلابيون في صنعاء وعدن بلسان واحد، ويحركهم هدف واحد، وكلهم عمل جاهدا على إفشال الحكومة. فعل ذلك انقلابيو صنعاء من قبل، وها هي عملية الإفشال تتكرر من جديد في عدن الآن.
في عنوان بارز لموقع عدن الغد يحمل الكثير من الدلالات، علق الموقع: مؤسسة نهضة شباب الحديدة تنفذ عملية حصر لاحتياجات قسم العناية المركزة في مستشفى ابن خلدون بلحج. قال الموقع: تعتزم مؤسسة نهضة شباب الحديدة مد قسم العناية المركزة في مستشفى ابن خلدون العام بلحج أجهزة ومعدات طبية تتمثل بأسرة جديدة ومكيفات، إضافة إلى عدد من احتياجات أخرى يتطلبها القسم لتيسير نشاطه بالشكل المطلوب. وأفاد منسق مؤسسة نهضة شباب الحديدة رامي علي صالح خلال لقائه مدير مستشفى ابن خلدون الدكتور صالح محمد فضل، مبينا أن زيارة المؤسسة للمستشفى تأتي في إطار عملية حصر للاحتياجات في قسم العناية المركزة من أجهزة ومعدات والرفع بالبيانات بعد استيفائها للمانحين لتوفير الدعم في مدة أقصاها شهران، مؤكدة بأن هذه اللفتة تجاه مستشفى ابن خلدون تأتي في إطار الدعم المقدم لليمن في مؤتمر المانحين لدعم القطاع الصحي في محافظة لحج أبين الضالع. فيما رحب مدير مستشفى ابن خلدون العام بفريق المؤسسة وأكد على تذليل كافة الصعاب أمامها بما يمكنها من أداء دورها في عملية الحصر ورفع المعلومات والبيانات الدقيقة بصورة عاجلة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى صحيفة العربي الجديد، والتي خصصت جزءا من حيزها لملف الكوليرا ومناقشة ما تسببت به من أزمات اقتصادية، وأبرزها تسببت الكوليرا في تقييد حركة سفر آلاف اليمنيين إلى الخارج. وقالت الصحيفة إن الخطوط الجوية اليمنية أصدرت الشهر الماضي تعميما قضى بضرورة حصول الركاب القادمين من اليمن إلى الأردن على شهادة خلو من الأمراض والأوبئة الخطيرة والمعدية، خصوصا الكوليرا. وتابعت العربي الجديد إن السلطات المصرية اتخذت في مطار القاهرة الدولي تدابير طارئة بما فيها الحجر الصحي لمنع انتقال وباء الكوليرا المتفشي في اليمن عبر رحلات تصل من اليمن. وأوردت الصحيفة إعلان وزارة الصحة المصرية الذي قضى بأن الركاب القادمين والعائدين من اليمن سوف يخضعون لفحص لضمان عدم حملهم للمرض، مضيفة أنه من المقرر تجديد إجراءات الفحص في المطارات والموانئ. وقال مدحت قنديل مدير الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي إن المطار شدد على الرقابة الصحية على القادمين من اليمن والسودان لحماية البلاد من تسلل وباء الكوليرا تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية. إيران والحوثي وصالح يبتزون المجتمع الدولي بتهديد الملاحة، هكذا تعنون صحيفة الاتحاد في أحد تقاريرها، وتقول إن تهديدا جديدا وخطيرا تلجأ إليه ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بدعم واضح من إيران لزعزعة استقرار المنطقة، تمثل ذلك في ظهور موجة جديدة من زراعة وتلغيم الأماكن المحيطة بميناء الحديدة بهدف إلحاق الضرر بالسفن والمراكب التي تمر عبر باب المندب. فقد كشفت تقارير يمنية ودولية أن ميليشيات الانقلابيين قامت وبدعم واضح من إيران بزراعة عدد كبير من الألغام البحرية المموهة مختلفة الأحجام إيرانية الصنع في المنطقة المحيطة بميناء الحديدة. وكشفت مصادر يمنية أن ميليشيات الانقلاب أدخلت عددا من المختصين في تمويه وصناعة وتفخيخ الألغام من إيران وآخرين تابعين لحزب الله الإرهابي لليمن بهدف القيام بزرع الألغام في السواحل اليمنية. بدوره حذر معهد واشنطن المتخصص بشؤون الشرق الأوسط في تقرير من خطر تلغيم المياه الدولية في باب المندب، وأوصى بضرورة القيام بمهمات مشتركة لإزالة الألغام البحرية في المنطقة وتحرير كل السواحل اليمنية من سيطرة الحوثيين. ومما لا شك فيه أن تهديد الانقلابيين لخطوط الملاحة البحرية والدولية يأتي لخدمة إيران والتي تهدف لإطالة أمد الحرب في اليمن واستنزاف دول التحالف العربي أولاً.
تحديات في انتظار العالم العربي. تحت هذا العنوان كتب مؤلف كتاب الإسلاموية ما الذي تعنيه للشرق الأوسط والعالم طارق عثمان مقاله المنشور في الغد، وقال في أجزاء منه: بعد مرور 50 عاما على حرب الأيام الستة التي آذنت ببداية الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية، ما يزال الشرق الأوسط منطقة لا تخلو من الأزمات أبدا. وليس من المستغرب إذن أن يركز الساسة والدبلوماسيون والمنظمات المانحة والإنسانية عند تناولهم للمنطقة على الزمن الحاضر في العادة. ولكن إذا كان لنا أن نتمكن من كسر دائرة الأزمات في الشرق الأوسط الحديث، فإننا لا ينبغي أن نترك المستقبل يغيب عن أعيننا أيضا. وقد بدأت بالفعل مجموعة جديدة من المشاكل المنتظرة في العقد المقبل تختمر بفعل 4 اتجاهات. الاتجاه الأول يؤثر على بلاد الشام، وفي لبنان ما تزال الطائفية هي السمة المميزة للسياسة هناك، كما بلغ الأردن نقطة التشبع باللاجئين، وتفرض التدفقات المستمرة ضغوطا متزايدة على الموارد المحدودة. أما موضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلا تبدو في الأفق السياسي أي مبادرة أو ظروف جديدة ربما تكسر الجمود. من المؤكد أن الشرق الأوسط سيواجه حركة مستمرة لأعداد كبيرة من البشر، أولا إلى المناطق الأكثر هدوءا في المنطقة، وفي الكثير من الحالات إلى خارج المنطقة إلى أوروبا في المقام الأول. ومن المرجح أن تواجه المنطقة أيضا نزاعات متزايدة الحدة على الهوية أيضا، بل ربما حتى إعادة ترسيم للحدود، وهي العملية التي من شأنها أن تطلق العنان للمزيد من المواجهات. وسوف تحافظ الدول الأكثر أعدادا للسكان في المنطقة، الجزائر ومصر والمغرب، على النظام الاجتماعي والسياسي الذي ترسخ على مدار العقود الستة المنصرمة من تاريخها في مرحلة ما بعد الاستعمار. إلى الأخبار المتنوعة، حيث عنون موقع هاف بوست عربي في صفحته الرئيسية: هربت بأطفالها 5 من أجل بعض الفتات، لاجئة سودانية صنفت كأفقر إنسان في العالم. نشر موقع لافا نوغروديا الإسباني قصة إنسانية لإحدى اللاجئات في مخيم اللاجئين بكينيا، والتي اضطرت إلى الهرب مع أطفالها 5 من أجل بعض الفتات بعد حياة صعبة قاستها. يضيف الموقع: ومع مرارة الحياة داخل منزلها قررت الهرب وعبرت الحدود وصولا إلى أوغندا، لكن ألقي القبض عليها ليتم إعادتها مرة أخرى إلى بلادها، حيث الحرب وندرة الماء والغذاء و6 ملايين جائع ووباء الكوليرا الذي يحصد أرواح 60 شخصا يوميا. يواصل الموقع سرد التفاصيل: أخذت أطفالها 5 وفرت بهم إلى كينيا، وجدت هناك مكانها مخيما للاجئين، حيث وجدت قليلا من الطعام لها ولأطفالها وبعض الماء والكساء. ورغم كل ما قاسته لم تيأس ماري، وقررت دراسة المحاماة إذ تريد أن تصبح محامية تدافع عن حقوق الإنسان، وربما سيكون أول من ستدافع عنه هي نفسها، فدون أن تعي ذلك فهي أفقر امرأة في العالم، كما يقول تصنيف لمنظمة المجتمع المدني الأسترالية وصندوق السلام الذي حدد أفقر 100 شخص في العالم. وفي الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي: مصادرة أكواب تحمل صورة هتلر بمطار في ألمانيا. قالت الصحيفة: يحذر مسؤولو الجمارك في ألمانيا السائحين الراغبين في جلب الهدايا التذكارية من أكواب القهوة التي تحمل صورة هتلر والصلبان المعقوفة والرموز الأخرى المتعلقة بالنازية باعتبارها محظورة تماما. تضيف القدس: تعد مثل هذه الأصناف متاحة بحرية على سبيل المثال في بلدان مثل بلغاريا، ولكن إدخالها إلى ألمانيا محظور. وقال متحدث باسم الجمارك: هذه ليست جريمة تافهة، إنها جريمة. وتم القبض على رجل يبلغ 39 عاما يحمل 13 من هذه الأكواب المشبوهة بحقائبه في مطار دوسلد وورف، وتم تحريك دعوى جنائية ضده، وسيتم تكسير الأكواب بعد التحقيق. ومن المرجح أن الرجل لم يكن متطرفا يمينيا، ولكن فقط وجد تلك الأكواب مسلية، لكن العقوبة لا تهون فيها رغم ذلك، ويعاقب على استخدام مثل هذه الرموز المناهضة للدستور، بما في ذلك استيرادها بالغرامة أو بالسجن لمدة أقصاها 3 سنوات.
في أكثر عناوين شبكة البي بي سي مطالعة، رئيس مكتب الأخلاقيات الأمريكي ينوي الاستقالة بعد صدام مع ترامب. قالت البي بي سي إن والتر شوب مسؤول مراقبة الأخلاقيات في الحكومة الأمريكية أعلن عزمه على الاستقالة من منصبه بعد تكرار الصدام مع الرئيس دونالد ترامب، ومن المقرر أن يغادر في 9 يوليو الجاري. وتضيف الشبكة: مكتب أخلاقيات الحكومة هو وكالة مستقلة في الحكومة الفيدرالية توجه السياسات وتمنع تضارب مصالح الموظفين التنفيذيين مع مهام عملهم. وقال شوف في مذكرة استقالته: من خلال العمل مع الإدارة الحالية تتضح حاجتنا لتحسين برنامج الأخلاقيات الموجود حالياً. أوردت صحيفة ديلي تيليغراف أهم الصور الملتقطة للحيوانات خلال الأسبوع الماضي، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.